يعني دي من البداية. بعديها بقى سافرت الكويت، رحت شاركت دي أول بطولاتي بره، خدت مركز تاني في مستر أولمبيا الكويت في 2016 برضه. بعدها على طول لقيت الموضوع برضه الناس بقت تتكلم عني، لا لازم تكمل، لازم توصل لبطولات أعلى، أنت خامتك كويسة، المدرب ده شافني، المدرب ده شافني، كنت مع محمد كمال مدرب منتخب مصر، ده المدرب بتاعي كان الأول، فده اللي أنا كنت معاه من البداية. تمام، بعد كده كملت بقى، رحت في بطولة الجزائر، بطولة بحر متوسط كسبت فيها أول أوفر أول، كل ده طبعا بطولات فيزيك. تمام، فلقيت الموضوع بالنسبة لي ماشي تمام، بقيت بكسب في كل بطولة أول، هي عموما ليه؟ عشان جيناتي كويسة. تمام، بس هي بتعتمد على ايه في الاول؟ يعني هي بتعتمد على عشان تاخد مراكز وعشان تاخد بطولات وعشان تشارك في بطولات بتعتمد على ايه اصلا؟ بتعتمد على الجينات، جينات الجسم تكون يعني دي جينات تكون كويسة، السيمتري يكون كويس، كل واحد ليه شكل معين، كل واحد ليه جينات، فأنا جيناتي يعني مميزة زي بالظبط. فالمهم هو يعني دي الموضوع جيناتك، كل واحد ليه شيب معين، شكل معين، فربنا بيميز كل واحد طبعا. انا شكل مميز في اللعبة دي، فالشيب بتاعي كويس، فانا بس بجتهد وبتمرن وبعمل دايت وتنشيف كويس وبنزل البطولة. عشان كده بقى انت رحت سكة الفيزيك ما خدتش سكة ال يعني الاندرومي بقى. لا لا يعني موضوع الفيزيك اسهل احسن، في الشيب كويس، يعني الناس بتحبه اكتر، كمان الشيب كامل فيتنس احسن من كمال اجسام شوية. يعني كمال اجسام اكيد جميلة وليهم ابطال، بس اللي هي قريبة للناس دلوقتي الفيزيك فيتنس، يعني الجسم اللي هو يكون متناسق يعني شوية.